2016 will a box of mass m 8 كيلوغرام is being pushed by a horizontal force of magnitude F. عندنا force F on a rough surface with coefficient of kinetic friction 0.03. يبقى هنا في كده FR اللي هي ميو في N، والميو عندنا طبعا والN mg. The box attains an acceleration of 0.2 meter per second square if the box is pushed continuously for 15 seconds. How much work is done by F؟ طيب هو مديني بقى ايه السؤال، شوية فيه شوية شغل. عندنا ماس وعندنا فورس وعندنا فريكشن، فالاف ناقص قوة الفريكشن دي الاف ار، اقدر اقول الفورس ناقص الاف ار يديني الام ايه، يديني اكسلريشن، فاقدر اجيب الفورس. طيب هو بيقول لي هاو ماتش ورك از دان باي ذا فورس، فالورك عبارة عن ايه؟ عبارة عن فورس في المسافة. طيب يبقى انا محتاج احسب حاجتين، انا محتاج احسب الفورس ومحتاج احسب المسافة. طب الفورس عبارة عن ايه؟ نقول ده شابتر فور، سيجما الفورس بتساوي ام في الـ A. الفورس اف اللي بيعاكسني مين؟ ميو اللي هي 0.03 في الام جي، الام 8 في 10. يبقى ده الان، الحتة دي ان والحتة دي ميو. طب بتساوي ايه بقى؟ بتساوي الام اللي هي 8 في الـ A اللي هي 0.2. كده اقدر احسب الفورس بنيوتن. انا عايز احسب الفورس وعايز احسب المسافة واضربهم في بعض. طيب دي 80 في 0.03 زائد 8 في 0.2، فطلع ان الفورس 4 نيوتن. طب خلصنا من الفورس، محتاج بقى كمان احسب المسافة. هو مشي كونتينيوسلي بيقول لمدة قد ايه؟ 15 ثانية. هو started from ولا ما قالش started from ايه؟ on a friction the box attains an acceleration، كسب عجلة دي. طيب هو بدأ تقريبا is pushed by horizontal، يعني بدأ من الصفر ما كانش متحرك بسرعة يعني، واتزق بالفورس فكسب العجلة دي. فنقدر نحسب المسافة اللي هي دلتا اكس تساوي ازاي؟ انا عايز احسب المسافة عشان اضربها بالفورس. في نوت تي زائد نص اي تي سكوير، ما كانش عنده سرعة في الحتة دي بصفر. ال A بوينت 2 والتي 15 سكوير، كده اقدر احسب بوينت 2 في 15 تربيع، اقدر احسب المسافة، فطلعت المسافة 45 متر. يبقى احنا عندنا مسافة من شابتر 2 وعندنا فورس من شابتر 4. الحته بقى بتاعه شابتر 6 الورك بيساوي ايه بتاع الفورس؟ بيساوي الاف ضرب الدي، بس هعوض باللي انا جبته 45 في 4 يعني 99 يعني 180 طبعا جول. يبقى كده حسبنا الورك اللي هو عايزه، يبقى اللي احنا حاسبينه او المكان مطلوب ايه؟ ان احنا نحسب الورك اللي دان باي ذا فورس. الورك عباره عن فورس في مسافه، فالفورس ايه؟ حسبناها بالطريقه دي، فورس ناقص الفريكشن. الفريكشن ميو في الان، والان طبعا عباره عن ام جي، بتساوي الماس في العجله، دول 1.6 زائد 0.03 في 80، فطلع الجواب 4. عايزين بقى نحسب المسافة. هو بيقول مشي 15 ثانية وكانت الاكسلريشن 0.2، انا اكشن ما ضربتش في النص، فنص في 0.2 في 15 سكويرد 22.5، نسيت اضرب في النص ف 22.5 22.5 بس المسافة ده هيتعدل 22.5 في 4 فيطلع جواب 90 بس نص الكلام ده. طيب 90 جول ما ضربش في النص. يبقى مره تاني حسبنا الفورس شابتر 4، حسبنا المسافه شابتر 2، ضربناهم في بعض شابتر 6 الحته دي.